بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب في الصف الخامس في سلسلة التعليم عن بعد في مدارس الهيئة، نحن وحضراتكم اليوم مع الدرس الأول من الفصل الثاني من مادة الجغرافيا، وهو بعنوان التضاريس. إذن درسنا اليوم التضاريس وتوزع السكان. سوف نرى ما هي العلاقة بين التضاريس وتوزع السكان بالنسبة للصف الخامس. الأهداف على المتعلم أن يصبح قادراً يحدد بعض الأشكال التضاريسية من الجبل والسهل والهضبي. أيضاً يبين العلاقة بين التضاريس وسكن الإنسان، ويستطيع أن يقرأ خريطة توزع السكان. تتنوع أشكال التضاريس سطح الأرض، فهي جبال وهضاب ومنبسطات، ويتوزع السكان عليها بشكل غير متساوي. سوف نرى ما هي العلاقة بين السكان وبين التضاريس. إذا قلنا بأن التضاريس هي على شكل متنوع، منها الجبل ومنها السهل ومنها المنبسط ومنها الهضبي ومنها التل. سوف نرى الآن في خلال هذه الصورة خريطة للعالم. نسترجع حدود العالم من المحيط المتجمد الشمالي إلى المحيط المتجمد الجنوبي، المحيط الهادئ من الغرب والشرق بالإضافة إلى المحيطين. نجد أهم السهول في العالم، والسهل هو عبارة عن أرض منبسطة. هلا سوف نرى تعريف السهول وتعريف الجبال والتلال. أهم السهول في العالم، أول شيء يجب أن نقول بأن الإنسان يكسر بالسهول بسبب سهولة المواصلات، بسبب اعتدال المناخ، بسبب توفر الخدمات. نجد أهم السهول في العالم، النقاط الحمراء تدل على كثرة عدد السكان. نجد يجب على التلميذ أن يعرف مكان سهل الصين، هو سهل يوجد فيه عدد سكان كبير جدا. عندي السهل الأوروبي، عندي سهل الغانج اللي موجود بالهند، أيضا عندي سهل السنغال، وعندي السهول الوسطى الموجودة بكندا وبأمريكا. إذن يجب على التلميذ أن يميز وأن يعرف وأن يحدد أماكن هذه السهول. نعيدها، عندي سهل الصين، عندي السهل الأوروبي، عندي سهل الغانج، عندي سهل السنغال، وعندي السهول الوسطى بالقارة الأمريكية الشمالية. حددنا النقاط الحمر اللي بتحدد السكان، حددنا علاقة توزع السكان مع السهول، وقلنا بأن الإنسان دائما يحب ويرغب أن يعيش في الأماكن السهلة جدا نتيجة نتيجة سهولة المواصلات وسهولة التنقل، توافر الخدمات من خدمات صحية، خدمات اجتماعية، خدمات تعليمية، بإضافة إلى اعتدال المناخ. دائما يكون السهل مناخه معتدل باختلافا عن الصحراء واختلافا عن المناطق الجبلية. نرى إذا أن نضع هذه الأسهم على المناطق التي يوجد فيها كثرة عدد سكان، استنتجنا أن أكثرية سكان العالم يتمركزون في السهول والهضاب، ويقل عددهم في الجبال المرتفعة. كلما ابتعدنا عن الشواطئ يقل عدد السكان. هذه النظرية التي كنا نتحدث عنها قبل قليل بأن الإنسان دائما يحب أن يسكن في المناطق المنخفضة في المناطق السهلية بسبب اعتدال المناخ وإلى غيره، ويبتعد ويرفض ولا يحب أبدا السكن في المناطق العالية والجبال والقمم بسبب صعوبة المناخ، نجد الثلوج، الصقيع، البرد، ضعف المواصلات وضعف الخدمات المقدمة من قبل الدول لهذه المناطق. نجد إذن نحدد على الخريطة. أيضا نرى في هذه الصورة ثلاث صور، نجد فيها مناطق جبلية نجد فيها صعوبة السكن والعيش في الجبال الوعرة، أيضا سكن الإنسان بعض الهضاب، عندي بعض الهضاب الموجودة في العالم مسكونة، والمناطق السهلية نجد الاكتظاظ السكاني بسبب مثل ما قلنا سهولة المواصلات، الأراضي الزراعية، الخدمات. إذا نرى بالصورة الأولى السكان نادرون قليلون جدا، نجد في الصورة الثانية السكان متوسطون تقريبا في الهضاب، ويكسر الإنسان جدا في السكن في المناطق السهلية. الاستنتاج، سوف نستنتج نحن وحضراتكم الطلاب، يكسر السكان في السهول والهضاب ويقل في الجهال الوعرة مثل ما قلنا بسبب صعوبة التنقل وصعوبة العيش فيها. أيضا نجد عندي بعض الاستثناءات، نشأت على بعض القمم قرى معلقة، إذا نجد هناك بعض القرى التي موجودة في أعالي قمم الجبال وهي قليلة جدا. إذا أيضا في عندي قرى قامت الحافات جبلية، أيضا عندي بعض الأوضي مسكونة من البشر ومن بني الإنسان. نرى معلقة ومطلة، وأيضا هنا في الأودي، وهنا في المزارع وفي السهول.
عندي رسم بياني يمثل لي توزع السكان في العالم. نجد من خلال هذه الصورة الارتفاع. هنا نقصد من الصفر إلى 500 متر ارتفاع عن سطح البحر، هنا إلى 1000 متر ارتفاع عن سطح البحر، 1500، 2000، 2500، 3000. عم بيقولوا لنا من الصفر حتى ال 500 بيسكن 80% من سكان العالم على السهول. إذا من خلال هذا الاستنتاج نجد أنه من ارتفاع الصفر حتى ارتفاع 500 نجد أنه 80% من سكان العالم يسكنون في المناطق الساحلية للأسباب التي ذكرناها سابقا، ومن 500 حتى ما يقارب 1800 1900 عندي 18% من سكان العالم يسكنون على ارتفاعات شبه متوسطة وقليلة، ومن 2000 حتى 3000 فقط 2% يسكنون على قمم الجبال العالية. وقلنا بأن هناك علاقة بسبب المناخ، بسبب الظروف المعيشية، بسبب الظروف الحياتية، بسبب ظروف المواصلات. نعيد، إذا من ارتفاع الصفر حتى 500 أي المناطق الساحلية يسكن 80% من سكان العالم، من 500 حتى ما يقارب 1800 1900 ارتفاع 18% من سكان العالم يسكنون على الهضاب وعلى الجبال القليلة الارتفاع أو المتوسطة الارتفاع، ومن 2000 متر 3000 متر نجد إذا قلة في عدد السكان تبلغ نسبتهم 2%. إذا نعيد إلى الاستنتاج، يعيش 80% من سكان العالم في المناطق الساحلية دون 500 من الارتفاع، يعيش 18% من السكان بين ارتفاع 500 و2500، يفوق 3000 تصبح المرتفعات خالية من السكان ونادرة جدا. نأخذ مثال على ذلك، إذا ما أتينا بمدينة طرابلس نجد اكتظاظ السكاني كبير في مدينة طرابلس، والسبب بأنها منطقة ساحلية ارتفاعها بين 100 و150 و200 متر عن ارتفاع سطح البحر، ولكن كل ما ارتفعنا نحو جبال الضنية نجد أن عدد السكان يصبح متوسطا وقليلا، ولكن إذا ما تخطينا 2000 متر 1500 وصلنا في منطقة جرد لنجاس أو في منطقة القرن السوداء نجد بأن عدد السكان نادر وقليل جدا جدا. المفردات التي مرت معنا لهذا اليوم، أول شيء الجبل، كلنا قد رأينا جبل على الحقيقة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الانترنت. فما هو تعريف الجبل؟ إذا شكل تضاريسي يتصف بالارتفاع عما حوله وبشدة منحدراته. أيضا الهضبة مرت معنا، تتصف الهضاب بتضاريسها الشبه منبسطة وأوديتها القليلة العمق، ودائما بالهضبة يكون في عندي أودي، وهذه الأودي تكون مصدر لجذب الإنسان وتكون مصدرا للزراعة وتكون غنية جدا بموادها الزراعية. أيضا عندي السهل اللي كنا عم نحكي عنه اللي تكسر فيه عدد السكان، هي أراضي منبسطة قليلة الانحدار يسهل استغلالها للزراعة. هيك أعزائي الطلاب وصلنا إلى خلاصة الدرس، يتمركز معظم سكان العالم في المناطق الساحلية وفي بعض الهضاب، وتبدو الجبال العالية شبه خالية من السكان لوعورة مسالكها. إذا بخلاصة الدرس لهذا اليوم استنتجنا بخلاصة هذا الدرس لهذا اليوم استنتجنا بأن الإنسان يحب ويعشق أن يسكن في المناطق الساحلية ويرفض ويبتعد أن يسكن في المناطق الجبلية. وهكذا نكون أعزائي الطلاب قد أنهينا درسنا لهذا اليوم التضاريس وتوزع السكان، والسلام عليكم ورحمة الله.